انا اسف خلاص ادري انك بت... اليوم قلت بطلع الصباح وقلت بألبس واحدة من نظاراتي، حتى بعد جبت نظارة خولة معي، قلت اليوم الشمس قوية. تفاجأت. شكرا يا مجودي، شكرا يا مجودي، شكرا يا مجودي. وهذه بعد، ها، وشكرا يا مجودي. شطب لنا 4 نظارات وخلالنا ايش؟ نظارة السينما. يعني جزاك الله خير، يعني هذه اللي تجي بلاش مع التكت خلاها، وهذه اللي ندفع قيمتها خلاص راحت، مي مشكلة نكشخ. بسم الله عشان أوريكم. شوفوا شوفوا يطيح حسي ياكل ليه؟ للحين حافي دنعال. العب فيها يا بابا، مو تمشيها معك، هي ما هي بقطوة. شوف بس ما يركبها، بس يمشيها جنبه. انا اسف خلاص ادري انك بت... يلا يلا نركب انسة منشن. يلا ها فرحان. شاف شاف عزوزة، عزوزة تعبانة. كيفك يا بابا؟ انت تعبان ولا تبغى بس تبي؟ يلا طبعا بقول لكم على عجالة. اول شيء شكرا لكم من الاعماق ان احنا وصلنا تقريبا 22,000. شكرا على الكومنتات وعلى اللايكات وعلى النشر، شكرا على التصاميم الجميلة اللي تهدون اياها بالسناب وبالانستغرام. طبعا خلونا كذا متفاعلين دائما، اي افكار او اي معلومات تحبون ان احنا نسويها في الفلوق الجاي باذن الله انها تكون محل اهتمام. صح يا مجودي؟ ايه ايه. بنروح ناخذ لنا كوفي. انا بصير عاقل ما بستهبل. اي مدير، ميديوم بلاك بليز. 1 ميديوم بلاك. انيثينج ايلس؟ ثانك يو سو ماتش. يور ويلكم. 179. ثانك يو. وهذا احنا وصلنا الحين، وخوخة على طول انقزت، اخذت الترايبود واخذت الكاميرا. الحين بوريكم ايش تخربط. ايه مدير، ايش قاعد تسوين؟ الله ايش المنظر الحلو، شايفين بداية الخريف عندنا كيف؟ الله. عموما خوخة حتسوي لها قناة تختص بس بالبنات، تماسيح ما لهم مكان. اول الفلوقات حتكون عن تعليم البنات قيادة السيارة، يعني ارشادات طرق عشان البنت قبل لا تقود السيارة تتبع بعض الخطوات، حزام الامان، الاشارات، الكفرات وما الى ذلك عشان تصير القيادة بيرفكت. انا اخاف ان شوي شوي تعلمكم التفحيط. بعدين بيني وبينكم تراها نلاقي كوين النظيم ولا حاجة مشكلة. عموما خلصنا الحين تصوير لقناة خولة ورايحين للمكان الثاني الحين. اي الحين ما شاء الله تعافيت، ها؟ كان يقول لي ودني المستشفى انني اغرق، انني اغرق اغرق. الله يصلحهم هالجيل. عموما انا بنوريكم الحين رايحين مكان ثاني بسبب مسجودي وارهقني ماديا في هذا الموضوع. الحين بوريكم مسجودي يسوي حركة موجودة في كل بيت معاهم واحد رئيس عصابة نتفة، كيف يسوي هالحركة وانتم ما تدرون؟ خلونا نشوف. وهذا احنا وصلنا. اي صديق والله ان شاء الله صحة من النوم. ياي ومن اخذ الله تدا. مقبلين على مناسبات حلوة، خليكم معانا لكن بعطيكم لفة سريعة. ايش هي المناسبات هذه؟ طبعا اولها حيكون عيد الهالوين، يعني حيكون الموضوع كله رعب في رعب، وحنسوي حلقه خاصه فيها. خشمك يا ذيب.
زين. الله الاشكال. حطوا العزيز كومنت بهذا الشكل دو جدي. ما يخاف كذا 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 الزعماء كذا الحقين العصابات. ماشي ما ضبطت. اي متكرف. عموما حتكون هذه المناسبة قريبة جدا وما حتكلم فيها لأنه كلنا حيكون لنا كاستم معين أو لنا لبس معين إن شاء الله نفاجئكم فيه. هلو هاي هورس. لا يجي أحد. صح وجهي. طبعا منصدم الأخ. يوه عزوز مشغول باللعبة لكن بقول لكم ليش جايين هذا السوق. عندنا مشكلة حلوة عند رئيس العصابة لازم نسمع كلامه طبعا. مشكلة مجودي انه عنده الى الان 6 جزم فللأسف كلها فردة واحدة بس اللي يا اليمين يا الشمال ما عاد في جزمة الله يعزكم تلبس فبالتالي كل شوي نشتري له. فهو ايش يسوي الله يهديه لما يركب العربية سواء التسوق ولا شيء شوفوا زي هذه الحركة يجي دف واحدة كذا تروح ما ندري عنها. أما إذا كان راكب العربية الثانية حقته حق البيت حق الطلعات ياخذ واحدة منهم بس ويذبها. طيب يرمي الثنتين؟ لا يرمي واحدة بس. فبنقعد نشتري إلين يحكم الله. الحين وصلنا أنا داخلة مزاجي هذه خطيرة على جميلة. وهذه إيه هذه حلوة نفس بس تغير اللون حبيتها. يلا شو؟ شو شو بيدخل رجلينا ما يبي. شوز شوز بيبيب يلا. ليه؟ حلو. ما يبي. أي. ليش؟ نشوف لعبة ثانية نجرب نعطي هذه. ها لحظة هذه الشكل إيه إيه. ها مجدي شوف كلهم رماهم في الأرض. بعد تفلهن خطأ. يلا ما يصلح اقعد. هاي فايف هاي فايف هاي فايف. عموما اخذنا له الجزمة بالقوة. حلوين ناخذ منديلة. حلوين هاي ستيكر ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. هاي يا حركاتك. عموما بنوريكم شيء حلو ينفع تطلعوا فيه ابداعاتكم وخرابيطكم وكل شيء على الرصيف. الحين اوريكم وعلى برعايه جوانا وريما وعزوز كمان. اهلا فيكم مره ثانيه. طبعا لسه رجعت من مدرسه وجه مفقع من التعب. اليوم حنرسم بلوحه كبيره مره كبيره نرسم فيها كثير وما نشبع مزاج ونرسم فيها كثير الى ما نتعب واذا جاء المطر ينظف لنا اياها واليوم اللي بعده نرسم الى ما نتعب مره ثانيه. تبغوا تعرفوا فين هاي اللوحه؟ هذه هي اللوحه. هذا كل لوحه حتى ذاك الصغير اللي قاعد هناك في الشارع لوحه. مجودي تعال حبيبي تعال 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 يلا مين حيجي لي حق؟ مين حيجيب لي حق؟ 3 تعالي حبيبي قول هاي. وزي ما قالت لكم ريما فعلا ترى هذه لوحة ونستخدم فيها. شوف البطة هذه حقتنا
طباشير. هذه الطباشير من النوع اللي يمسح، يعني مهما رسمت بالجدران بالشوارع بالأرصفة. حقين البخاخات يا أخي وش تحسون فيه لما تكتبون كذا على جدران؟ خذ لك طباشير عشان صاحب المبنى يمسحها بسرعة. فخلوكم معنا وخليهم يسوون رسمات سريعة. وكيف أوه ماي جاد، بيج يا بابا هذه. وخلونا نشوف. ليش ليش؟ تعال تعال خلني اتفاهم معك. ينحاش كل شيء منك بابا. ليش؟ شوف خرب علينا. هذه وش الحشوة؟ ايش يسمونه؟ انا اعرف اكل بس. الله مش مندي. ايش تسمونه؟ لا ليش مبهر؟ الله الله يعطيك العافية، يسلموا الأيادي. الله آخر شيء قبل يلا. حياتك تخريب أنت. ف شطورة جوانا حبيبي. أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسونا من اللايك والشير وسبسكرايب. باي سبسكرايب. باي. مساعد هذا قاعدين نصور الفلوق تقريبا يصلح يا بابا. ايوه ستوري ستوري. هاي خشرير. جود باي باي باي. اقعد يا كشخة انت. هذه وش قصتها مع مجودي؟ دائما نقول له ينفخها وينقهر ما ترضى. يلا اوف. لا اول شيء اوف اوف. يلا اوف. اقوى اقوى. لا اقوى خلاص. دخل المطبخ. يسه.